بالنسبة للموضوع القانوني يا فندم، طبعا عايز حضرتك عارف ان موضوع الدولة لازم تاخد في اي دولة في العالم من حقها وحق المواطن دستوريا ان الدولة تحميه من تفشي اي وباء، وده حق دستوري ولازم يكون مغطى بتشريع. الحقيقة القانون الإجراءات التدابير الاحترازية اللي كانت متاخدة في كورونا كانت متاخدة في إطار تعديل في قانون الطوارئ، وانت عارف حضرتك ان يعني كلنا سعداء بوقف مد قانون الطوارئ، والإدارة السياسية أثبتت ان مصر فعلا آمنة وسكينة. فاحنا وقعنا في فراغ تشريعي من حيث أخذ الإجراءات اللي بتحمي المواطن من تفشي هذا الوباء، فبالتالي كان لابد من هذا القانون أن يسن حتى يعني يقدر الجهة التنفيذية أن تاخد إجراءات وتدابير. حضرتك هتشوفها هتلاقيها بديهية، يعني النهاردة عايزين نقفل المدارس مثلا على سبيل المثال لتفشي الوباء، فمن حق رئيس الوزراء الوقت يصدر هذا القرار، أو أنه هو يعني هو كل القرارات اللي كان بياخدها السيد رئيس مجلس الوزراء خلال إدارة أزمة كورونا كانت مستندة ل مستندة لتعديل موجود في قانون الطوارئ في التشريع الأول من خلال تعديل في قانون الطوارئ. دلوقتي هو لما ياخد نفس الخطوات دي بقى في قانون سنده فيها مخصوص للمرحلة دي، لأن قانون الطوارئ بحمد الله اتشال بحمد الله، يبقى احنا عندنا فراغ تشريعي، مش هيقدر ياخد إجراءات، مش هيقدر يمنع حد من الدخول بمسكات أو بتطعيم أو ما يقول، فده السند التشريعي دلوقتي لأي قرارات تخرج بالظبط. فكان دي أهمية القانون وكلنا مدركينها، وكان لازم هذا القانون يسن عشان نقدر وقدرت لجنة الصياغة الحقيقة بالتعاون مع الحكومة، مش أقول لوحديها، لجنة الصحة مع اللجنة التشريعية، أن نصيغ القانون بطريقة إن هو بقدر إمكان يبقى متوافق مع الدستور. فبالتالي إن حتى عملنا المدة المحددة اللي بتتاخد فيها التدابير الاحترازية دي أن تكون سنة واحدة تعرض على البرلمان بعدها للموافقة لتجديدها، يعني حتى مش مطلقة. فبالتالي احنا قدرنا نصل الى صيغة توافقية. المادة اللي حك لو حبيت يعني تذكر المادة اللي حصل عليها شوية تخوف، او اللي انا قمت شرحت حتى المخاوف اللي موجودة لو المادة دي او ما تقصده هذه المادة بشرح، اللي هي حكاية الحبس في حالة النشر. ازاي هيتم التفريق ما بين الصحفي وما بين شخص عادي مروج لخبر او معلومه كاذبه؟ حضرتك قبليه شرحت في المقدمه ان في منظمه الصحه العالميه رصدت 220 الف اشاعه ميس انفورميشن، هو او نسميها ميس انفورميشن على موضوع مرض كورونا ولقاح كورونا. احنا عندنا في مصر بقى، يعني انا قمت اديت امثله عشان الناس تقدر تقتنع كطبيعي، يعني قلت النهارده معلش انا عندي منشأة، الدوله جت لحد عندي تعمل لقاح للناس، السيدات رفضوا لان في على الفيسبوك مكتوب ان السيدات اللي ينمو ان يكونوا ينجبوا في خلال سنه ما ياخدوش اللقاح، ما ياخدوش التطعيم. طب ما ده يهدد الامن القومي على طول. المقاله زي دي، يعني انت النهارده بتمنع النساء بمعلومه خاطئه. لا ويا ريت جاي على كده، بس ده انا عايز اقول فيضان، في فيضان من المعلومات اللي زي عايز اقول ان ان فايزر بتلعب في جينات وان هي جايه من الاجنه وحاجات، يعني حاجات كلها غير علميه ومدسوسه على وسائل التواصل الاجتماعي. المقصود في هذه الماده هي وسائل التواصل الاجتماعي وسيل المعلومات الخاطئه التي يتداول وبتؤثر على الامن القومي، وزي ما حضرتك بتقول بالظبط انه يعني يتم التعامل بقى مع كل واحد ينشر حاجه يتحمل مسؤوليتها لو هو مش عارفها مش متاكد منها. انا بشكرك، شكرا. في مصر لا السؤال بس ثانيه، هو مهم ان انا في مصر احنا محظوظين ان الصحفي محصن بالدستور والقانون، مفهوم، واحنا عشان يعني نزايد ذكرناها وتعدلناها في الجلسه، قلنا علما بان هذه الماده تضع في الاعتبار قانون والدستور الذي يحمي ممارسه العمل الصحفي. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. سيادة النائب الدكتور أيمن أبو العلا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.